مساء الخير على كل جمهورنا وكل جمهور قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو الحياة، معكم هاجر مهران. النهاردة حلقة قوية، حلقة مختلفة عشان فيها بعض من اللعيبة المميزين من داخل قطاع الناشئين بنادي أهل الضبعة. طبعا هنتعرف بيهم، بس قبل ما أهدي الكلام ده للكابتن الكبير كابتن احمد فؤاد مهران الغائب الحاضر، رئيس الأجهزة الفنية ومدير فني الفريق الاول لكرة القدم بنادي اهل الضبعة. طبعا بحييك جدا جدا على الشغل الجميل اللي انت عامله داخل قطاع الناشئين بنادي اهل الضبعة، شغل محترم، وان شاء الله ان شاء الله في الصعود باذن الله بقيادة حضرتك طبعا وبقيادة المنظومة الفنية المحترمة. طبعا وشكر خاص للنجم نجم مطروح النجم حسين ابو رحيله، تحياتي لك. طبعا هندخل في موضوع الحلقه على طول، معانا مجموعه من اللعيبه من داخل قطاع الناشئين بنادي اهل الضبعه. معانا النجم الاول، بقى نبتدي بالنجم الكبير بتاعنا نجم امير احمد فؤاد مهران. اهلا وسهلا بيك يا نجم. اهلا وسهلا بيك. معانا النجم المحترم المميز من داخل قطاع الناشئين بنادي اهل الضبعه النجم فارس. اهلا يا فارس. اهلا بيك. معانا النجم الجميل عباس. اهلا بك يا عباس نجم نادي الاهلي الضبعه. طبعا اهلا بك يا كابتن. معانا النجم الجميل ايهاب عبد الله. عبد الله ايهاب محمد. عبد الله ايهاب محمد، معلش بقى يا جماعه عايز واحد وبحفظ الاسامي. عبد الله ايهاب محمد نجم نادي الاهلي الضبعه. طبعا منورين البرنامج استوديو الحياه. طبعا النهارده انتوا عارفين طبعا ان انا اخترتكم من وسط مجموعه مميزه من اللاعبين من داخل قطاع الناشئين بنادي الاهلي الضبعه. تمام كده، طبعا بنلقي الضوء على اللاعب المميز علشان خاطر طبعا ايه يعني شهره ودعايه وتسويق ليه هو. طبعا احنا بنعمل حاجه دي مختلفه عن بقيه القطاعات، فدي لصالحكم يعني باذن الله. تمام، هندخل بقى في موضوع حلقتنا على طول ونسال بقى النجم الكبير نجم الفريق الاول كابتن احمد كابتن امير فؤاد مهران. ابتديت الكره ازاي ومين اللي سعى في ظهور الموهبه الجميله دي؟ انت عايزك بقى تحكي لي كل حاجه بالتفصيل. والله يعني قبل ما اتكلم اشكر الفضل عليا في موضوع الكوره، والدي كابتن احمد فؤاد مهران هو اللي سعى معايا. انا بلعب كوره وانا عندي 5 سنين، فهو اللي بدا معايا المشوار، يعني هو اللي بدا معايا المشوار بتاع الكوره يعني، فما سابنيش والله ولا لحظه ما سابنيش. اذكر لي برضو الانديه اللي انت لعبت فيها. لعبت في نوادي كتير. لعبت اول ما بدات كوره لعبت في نادي مصر التأمين، بعد كده بقى لي 7 سنين في اتحاد الشرطة، بعد كده روحت الإنتاج، بعد كده روحت إمبي، بعد كده روحت بتروسبورت، روحت أندية كتير. وحاليا نجم نادي الأهلي الضبعة إن شاء الله بقيادة الكابتن أحمد فؤاد مهران إن شاء الله. طبعا أنا طبعا مش هذكر اسمي، طبعا المفروض إن أنا وراه، بس أنا مش هذكر اسمي، أنا الجندي المجهول دايما. تمام كده، عايزين بقى النجم بتاعنا الجميل النجم فارس برضه، عايزاك تحكي لي بدات ازاي كوره وازاي مين اللي اكتشف فيك الموهبه الجميله دي. انا بدات وانا عندي 8 سنين كنت بلعب كوره، رحت اكاديميه مع كابتن بفضل كابتن احمد حناوي، رحت لعبت معاه في الاكاديميه، بعد كده حضرتك شفتيني وخدتيني الى فارس، بعد كده فارس اتحول الاهلي الضبعاوي، بعد كده لعبت وبفضلك بفضل كابتن هاجر اللي هو بفضلك انت وبفضل كابتن احمد فؤاد مهران وبفضل كابتن احمد حناوي وبفضل كابتن بارزيل. مين اكتشف فيك الموهبه دي يا فارس؟ بابا وماما. احكي لي اكتشفها ازاي وعرف ازاي ان انت بتحب الكوره وعايز تلعب كوره، احكي لي كده الطفوله بتاعتك. كنت بلعب مع اصحابي في نادي، كنا كل يوم حوالي كنا بنشترك ساعه في نادي، بابا وماما شافوني ووديني بعد كده اكاديميه كابتن احمد حناوي بفضله، بعد كده حضرتك شفتيني ووديتني الاهلي الضبعاوي. مبسوط معانا داخل القطاع؟ اكيد. تمام، معانا النجم الجميل عباس، هنبتدي بعباس الاول عشان هو اقدم منك يا عبد الله. ايوه عادي. تمام كده، عايزك برضو تحكي لي قصتك وبدايتك مع الكوره من اول ما ابتديت كوره، ومين لمس اللمسه الفنيه او لمسه الكوره فيك، بابا ولا ماما؟ احكي لي بالتفصيل. بسم الله، انا كنت بلعب كوره من سن 4 سنين. ايهاب عبد الله صح؟ عبد الله ايهاب محمد عبد الله. عبد الله ايهاب محمد عبد الله. كنت بلعب كوره من سن 4 سنين، اللي اكتشف الموهبه بتاعت والدي كان هو لما بيجي من السفر كان بيلعبني كوره، بعد كده رحت اكاديميه كان معايا كابتن ابراهيم صابر، وبعد كده رحت الكابتن محمد العربي، كان معايا كابتن محمد العربي، وكان معايا كابتن اسامه، كان هم فضلهم عليا، بعد كده حضرتك شفتيني وخدتيني نادي فاروس، بعد كده نادي الاهلي الضبعاوي،
والفضل ده كله يرجع لوالدي. هو اللي كان بيحمسني، هو اللي كان بيقول لي روح وتعامل مستقبلك انت، يعني هو اللي كان كان هو اللي بيديني كل حاجه التحميس. يعني كان يقول لي اما كابتن هاجر روح وعايزك تأدي، عايزك تكون نجم كبير كده. هو برده بعد كده الفضل برده يرجع لجدي، هو اللي كان بعد والدي، هو اللي كان بيحمسني برده وزمايلي يعني. طب قول له الفضل ليك يا جدي. الفضل لجدي طبعا، هو ربنا يخليه لينا وربنا يديله طول العمر ان شاء الله يا رب. النجم عبد الله، عبد الله ايهاب، احكي لي برده بدايتك مع الكوره ازاي بداتها، وازاي مين اللي لمس فيك برده لمسه الكوره عندك، وازاي مين اللي لماها ومين اللي وصلك للنادي كده؟ انا كنت بلعب كوره من وانا عندي 5 سنين، بقالي 10 سنين بلعب كوره. كانت والدي ووالدتي كانوا مش دماغهم اصلا موضوع الكوره ده خالص، فجدي هو اللي سعى معايا بصراحه وبيوديني اكاديميات، ووالدتي برده ما سابتنيش ووالدي. وبعدها بقى لما كنت بنزل العب مع اصحابي وكده وناس بقى قالوا لهم لا يا ابنك موهوب وبتاع، بس فالحمد لله يعني قدروا اللي بعرف العب كوره وودوني وسعوا معايا، وفي الاخر رحت نادي الاهلي الضبعاوي. كابتن احمد مراد الحمد لله اكتشفني وقدر الموهبه اللي فيا مش زي كباتن تانية بصراحه، بس الحمد لله بقيت موجود في نادي الاهلي الضبعاوي، نادي كبير طبعا. نورتوا نادي الاهلي الضبعه طبعا بكده الكابتن احمد فؤاد مهران. طبعا هنرجع بقى للنجم امير احمد فؤاد مهران، عايزاك برده تقول لي، طبعا انت دخلت انديه كتير طبعا اخرهم نادي الاهلي الضبعه، عايزاك تحكي لي ما الذي يحدث داخل قطاعات الناشئين، وايه اللي ما كانش بيعجبك طبعا في الاختبارات، وكان في حاجات كتيره طبعا واجهتك وكان في حاجات مش عاجباك صح؟ اذكر لي السلبيات اللي انت ما كنتش حاببها في القطاعات، وايه الجديد في النادي الاهلي الضبعه؟ بص يعني هبدا ان شاء الله. الجديد في نادي الاهلي الضبعه، انا عايزه السلبيات الاول اللي هي داخل قطاعات الناشئين، ايه الحاجه اللي ما كانتش عاجباك دايما في الانديه؟ الحاجات اللي مش عاجبني اللي في الانديه ان كان في كباتن، كان في ناس بتبقى موهوبه، وكان في ناس بتلعب كوره، بتلعب كوره بمعنى الكلمه بتلعب كوره، كان في ناس من مثلا من ولاد صحاب النادي او مثلا ولاد كباتن من صحابهم بيدوا فرصه للناس دي، ما كانش في حد بياخد حقه. مثلا بلاش اذكر نوادي عشان في نوادي كتير بتعمل، لا مش عايزين لا ذكر اسماء للانديه. هو كان اللي بيعجبني في الانديه دي كان الحته دي يعني مثلا عندي مثلا فارس مثلا بيلعب كوره، عندي مثلا احمد ده مثلا ابن فلان الاهلي الواسطه كانت هي العامل الواسطه، ودي حاجه دي حاجه برضك، في حاجه وحشه برضك مش حبيبها في الانديه، وبالذات في انديه كبيره بتعمل الموضوع ده. تمام، هي دي. ايه الجديد بقى اللي قابلته في نادي الاهلي الضبعه؟ الجديد طبعا كابتن احمد مهران، طبعا ربنا يديه الصحه اللي هو والدي، فشغال بصراحه ربنا يديه الصحه، شغال على اعلى مستوى، شغال بالمعنى بما يرضي الله، وشغال صح طبعاً، وعايز يظهر لعيبه طبعا، وعايز يسوق لعيبه ويبيع لعيبه طبعا، وعايز يكتشف مواهب مدفونه جدا جدا في الكره والمحافظات طبعاً. بيعتمد على كده ان هو عايز يسوق لعيبه من داخل الكره كمان، في لعيبه مدفونه احنا مش شايفينها اصلا، وفي وكلاء ربنا يسامحهم طبعا مضيعين اللعيبه دي، مضيعينها وبيشتتوا عقولهم. قبلك المواضيع دي طبعا كتير صح؟ كتير النجم طبعاً. فارس قول لي برضو ايه الجديد اللي انت شفته في نادي الاهلي الضبعه؟ طبعا انت كنت في اكاديميه، ايه الاختلاف بين الاكاديميه والنادي عندنا؟ واحكي لي بقى بالتفصيل كده. في تمرين بين ده وده، التمرين بين الاكاديميه اللي هو نطيت بس ما مشيتش على الاجوان، الاهلي الضبعه كنا بنشوط على الاجوان ودايما قصدوا دايما قصدوا، كنا بنتعلم حاجات كتير قوي من الاهلي الضبعاوي وبس. بس كده هو ده هو ده لا، وكمان في حاجات كتير اللي انا قابلتك انت حضرتك، وقابلت كابتن احمد فؤاد مهران وكابتن احمد برازيلي وعلموني حاجات نفسياً كتير. بص لاعب كوره طلع يعني نفسيا لازم يبقى مؤهل جوه القطاع، انت نفسيتك مؤهله معانا مرتاح معانا؟ ايوه اكيد، عشان انتوا بتعلموني حاجات احسن من الاول، احسن من الكارت اللي عنده، وعلمتوني حاجات كتير. في روح رياضيه كده معانا في القطاع مع بعضينا صح؟ صح، جميله صح؟ قوي. اللاعب برضه عباس، عايزك تقول لي برضه ايه الجديد اللي عجبك داخل قطاع الناشئين بنادي اهلي الضبعه، ويعني ايه اللي بيعجبك وايه اللي مش بيعجبك برضه، عايزين نوضح الموضوع.
وكله بيعجبني في النادي الاهلي الضبعاوي ان كابتن احمد فؤاد معاه بكل اللعيبه هي لعيب واحد، يعني مثلا ما بفضلش امير عن فارس، لا كلهم بيفضلوا كلهم واحد. وكابتن احمد برازيلي وكابتن احمد الحناوي طبعا كلهم بيفضلوا لعيبه واحد اكنهم اخواتهم الصغيرين، بيعاملهم باحترام وادب ويكون فيه حب وود بين اللاعبين مع بعضهم، بيحمسهم للعب وان شاء الله للصعود، يعني نطلع دوري ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله طبعا النادي بتاعنا بينافس على الصعود وبطوله باذن الله بقياده الكابتن احمد فؤاد مهران، وطبعا منظومه بجد مختلفه عن بقيه القطاعات. انتظرونا باقوى دوريات مطروح واسكندريه والقاهره ان شاء الله. قطاع نمبر 1 هو نادي الاهلي الضبعه، معانا برضو النجم ايهاب عبد الله. ايهاب انا مصممه على ايهاب، مش عادي واحد برضو، خليها بقى عادي هي واحد كده ماشي. عايزاك برضو تقول لي اللي عجبك، انت طبعا رحت انديه كتير صح؟ انت مواليد كام؟ 2005. مركزك ايه؟ فيرود. قول لي برضو اكيد رحت اختبارات صح؟ ايوه طبعا كتير. واجهك ايه في داخل القطاعات الناشئين والاختبارات؟ انا بصراحه رحت نوادي بس من غير ذكر اسامي برضو، كانوا بياخدوا ناس يعني بصراحه ما بيفهموش في حاجه اسمها كوره، وكنت بلعب مش اقول لي لوحدي، ايوه ما كنتش اقول بلعب لوحدي، كان في ناس بيلعبوا حلوين. بسم الله ما شاء الله. ناس بيلعبوا حلوين واحسن مني واللي اقل مني بشويه، وكل المواهب كانوا بياخدوا الاقل ناس خالص تبع الواسطه، ووالده كابتن والده مش عارف ايه. كلها وصايات والحمد لله، يعني ربنا وقعني مع كابتن. لقيت وصايات في نادي الاهلي الضبعه؟ لا بصراحه الحمد لله مجهود بلعبي ومجهودي. احنا بجد بجد بذلنا مجهود كبير جدا ان احنا اكتشفنا لعيبه معلش اتحطمت بصراحه، انا صح اتحطمت، كانت فاقده الامل ان هي تبقى لعيبه كوره بسبب الواسطه وبسبب ان انا ابن فلان وان انا ليا الاولويه وانا وانا وانا. فاحنا الموضوع ده ان شاء الله هنقضي عليه قريب ان شاء الله. لو انا اتكلمت وغيري اتكلم وغيري اتكلم كلنا هنقضي على الموضوع دوت، عشان في لعيبه بجد تستحق مكان. واحد تاني جاي عشان ابن فلان ولا ابن علان وجاي قاعد هو ملوش في الكوره واخد مكان لاعب كوره محترم، لاعب كوره عايز يبقى لعيب كوره، فحرام عليه، لا سيب مكانك للعيب الكوره ده، عشان مصر محتاجه. مصر فيها 100 مليون محمد صلاح، مصر فيها 100 مليون محمد صلاح، فلازم يا جماعه ناخد بالنا من المواهب دي ومن اولادنا ومن شباب مصر، لان ده كله عائد عندنا احنا. معلش لما يطلع لعيب كوره زي عبد الله وزي عباس وزي فارس، ما ده كله مش بيعملوا مشاريع واستثمارات باسم مصر؟ مش بيعملوا مشاريع اللعيبه دي لما بتكبر وبتاخد فلوس صح؟ بتدخل استثمار وعائد لايه؟ لمصر صح؟ فلازم لما نشوف لاعب كوره مش في مكانه الصحيح، لا شيله وحط لاعب كوره. كده الدنيا هتمشي مظبوط. تمام. وطبعا في محافظات كتير طبعا انا كنت بيستدعوني ان انا انزل ان انا اعمل اختبارات وكده، فكنت بشوف حاجات غريبه. يعني كنت الوكلة ليه بتعملوا كده مع اللعيبه؟ ليه؟ تعالى انا اوديك نادي بمبلغ 10000 جنيه و15000 جنيه وهو النادي اصلا مش واخد كله على بعضه 2000 جنيه مصاريفك، يعني كله على بعضه ومش واخد 2000 جنيه، طب ليه المبالغ دي؟ حرام عليكم اولياء الامور. طب ما هو انت ماشي تمام. هنطلع فاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، فاصل ونص. ورجعنا لكم الفاصل، وطبعا وحشتوني جدا جدا في شويه الصغيرين دول، وهنرجع بقى نكمل باقي الفقرات بتاعتنا وباقي الكلام اللي انا كنت بقوله للوكلاء. راعوا ضميركم شويه في اللعيبه، حرام عليكم لما لاعب يدفع 2000 جنيه في الموسم عشان يلعب دوري ويشارك تمام، ما تاخدش منه انت اكتر من 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 حقك، ما تاخدش منه اكتر من حقك، ما هم كده مش هيعرفوا يدفعوا المبالغ الكبيره دي صح ولا لا؟ طبعا. لما واحد يجي يقول لي 15000 اروح العب كوره فين؟ وفي واسطه وفي محسوبيه وفي وفي وفي، طب انا هروح فين؟ هعوم وسط الناس دي ازاي؟ صح. وانا ما بعرفش اعوم صح؟ صح صح ولا لا؟ ف
فاحنا نراعي الوكله، راعوا ضميركم شويه عشان خاطر في لعيبه وفي 100 مليون محمد صلاح عاوز يلعب كوره، في اب وام نفسهم ابنهم عنده موهبه عايزينه يبقى لعيب كوره، تمام كده؟ فارحمونا شويه عشان احنا تعبنا والمشاكل برضو اللي بتجيلنا داخل القطاع وانا قاعده، الحقونا، ده في مدرب خد مننا فلوس وما لعبناش، ده ما طلعش كارنيه، ده ما عملش، حرام عليكم، ارحمونا. طبعا انا هتكلم في الموضوع ده كتير جدا باستفاضه في وجود ان شاء الله الكابتن احمد فؤاد مهران، طبعا عشان في سلبيات كتيره داخل القطاعات في معظم مختلف الكره، طبعا كل كره وكل محافظه فيها، يعني مش عايزه اتكلم، حرام عليكم. بس نرجع تاني بقى نكمل مع اللعيبه بتوعنا الجمال. طبعا تتمنى مين كان يبقى في مكانك دلوقتي؟ هو بصراحة أنا بتمنى لعيبة أحسن مني. لا دلوقتي أنت تذكر لي واحد بس، إحنا كده هنلعب لعبة مع بعضينا، تمام كده؟ هتذكر لي واحد أو اتنين، تمام؟ هتذكر لي تذكر لي واحد. أولاً صح، أنا نسيت أسألك، أنت مركزك، مواليدك ومركزك؟ مواليد 2005، مركزي فيرود. أنت مواليد 2004 بلعب فيرود. وأنت يا أمير؟ 2001 فيرود. 2008 تمام. قول لي بقى، اذكر لي شخصين يبقوا كنت انت تتمنى او تتمنى لهم ان هم يبقوا في مكانك دلوقتي. هو بصراحه بدون مجامله زمايلي، مش عايزين نجامل، ما هو بصراحه هم زمايلي كلهم لعيبه كوره على حق بصراحه، فهو هيبقى اختيار صعب قوي. لا انا عايزه اتنين. اتنين. محمد السيد مبروك ميشو، نجم حرس الحدود. ومين تاني؟ و وفي في ثلاثة كمان. طب قول اسمهم على طول كده. محمد اسلام محمد ابن عمتي، وحمد عبد الستار صاحبي واخويا، وعبد الغفار اكتر من اخويا الصغير، واحمد ناصر، ودي كلها يعني انا زمايلي كتير قوي بصراحه وكلهم لعيبه كوره على حق. قلنا اتنين بس انت ذكرت كتير. اذكر لي برضو اسمين كده تتمنى ان هم كانوا يبقوا موجودين معاك او مكانك. هو برضو زمايلي كلهم لعبوا الكوره، فالاختيار برضو هيكون صعب، بس اختار مع عندي محمد رمضان مواليد 2005، وعندي بدر محمد 2004 برضو. تمام. اختار لي برضو شخصي. لا صعب. لا بصراحه اختيار صعب بصراحه. لا مش صعب. انت بالنسبه لك هتقول لا انا كنت اتمنى كابتن احمد فؤاد مهران يبقى مكاني. طبعا. بس صح؟ طبعا. صعب ولا سهل؟ سهل. وانت يا فارس؟ هما في اتنين صراحه كانوا هما احسن مني في حاجات كتيره، كانوا في الشارع معايا قبل ما انتقل لهنا، هو واحد اسمه محمد السعيدي وواحد اسمه ميدو. تمام. عايزاكم بقى تحكوا لي عن كابتن احمد فؤاد مهران بيعمل معاكم ايه داخل قطاع الناشئين. كل واحد هيحكي لي بقى حاجه كده، موقف حصل معاه فيه. طبعا القطاع الاول كان اسمه نادي فورس، صح؟ وبعد كده طبعا تم دمج القطاع بين نادي فورس ونادي اهلي الضبع، فاصبح نادي الاهلي الضبع. تمام. طبعا في التحول ده انتوا خفتوا من حاجه، او ان انتوا مثلا كابتن احمد فؤاد معروف ان هو حازم جدا في الملعب، اول مره نزلت انت هتحكي لي برضو بالتفصيل، وفارس طبعا انت كنت معاه من الاول، صح؟ ايوه ايوه. احكي لي اول ما نزلت مع التمرين كده موقف حصل معاك فيه. هو موقف، هو ما بيحبش الهزار في التمرين. اول حاجه يعني هو بيشتغل جد، لو ما اشتغلش جد كلنا مش هنبقى لعيب الكوره، وكله طبعا عارف الكابتن احمد هيجي يهزر مش هيمرنا ولا هيعمل اي حاجه، لكن كابتن احمد مهران بيمشي في الطريق المظبوط، ولازم نمشي معاه صح، ولازم يعني لازم نحترمه برده كمدرب. ويعني هو يعني عملت حاجه مره كده وهجمك؟ لا لا خالص. ناخد اتصال. تمام ماشي. ايه الموقف؟ اذكر لي. هو ما حصلش معاه موقف خالص، يعني هو كل موقف بينه بالود والاحترام. تمام. انت حصل لك طبعا، انت كنت معاه من الاول. ايوه. عملت موقف هزرت مثلا، قال لك ايه ولا لا؟ هو انا اول يوم رحت فيه، عشان انا شايفاك انت دمك خفيف جدا. شكرا. اول يوم رحت فيه ولعبت، وكنت بلعب راجل انا وزمايلي، وفي لاعب اسمه سامح مواليد 2002 في نادي الاهلي الضبعه، استقبلني هو ولاعب اسمه حامد، واستقبلني احسن استقبال بصراحه. فجي عليا كوره يعني فوقعت فيها، فقعد يزعق ومسترجل، هو انا بحب فيه الحركه دي، هو لعبه كله جد، كلامه كله جد، هو فعلا انا مع راي عباس لو ما بقاش في الملعب، ايوه لو ما بقاش جد مش هيبقى احلى حاجه في كابتن مهران.
مش هنبقى لعيبه كوره. رمضان بردك اللي هو بيعامل كله زي اولاده. لا وبيقول لك لاعب الكوره يتعور ويتخيط كده ويوم يلعب. هو ده لاعب الكوره صح؟ احكي لي برضه. طبعا بالنسبه بقى ان هو طبعا باباك طبعا انا عارفه ان هو ما بيذكرش كلمه ابني دي في الملعب خالص ولا عنده، يمكن هو انت قال لي لاعب عنده تمام. اذكر لي برضه مواقف حصلت منه وكنت ازاي يعني بتواجهها وكنت بتزعل منه ولا لا يعني احكي لي. لا والله انا ما بزعلش، هو منا كلنا واحد. حتى لو انا ما لعبتش انا لعبت، لو ما لعبتش كلنا، لو يعني مثلا عبد الله نزل عباس نزل اكن انا لعبت برضه، حد نزل مكاني اكن انا لعبت، بس المهم المكسب عندنا. تمام المكسب عندنا اهم حاجه، وان شاء الله ناويين على صعود السنه دي ان شاء الله. باذن الله. فارس سريعا يلا احكي لي برضو على موقف كده حصل جوه القطاع مني او منه يعني. لا انا لما بعمل حاجه غلط هو بيبدا يزعلي، فلما بيزعلي انا احس ان انا عملت حاجه غلط فلازم ارجع تاني عشان اتحسن من نفسي. ايه رايكم في الـ طبعا الترفيه، انتوا شفتوا الترفيه اللي عندنا في القطاع، ايه رايكم في فقره الترفيه اللي انا عملتها بعد ما نخلص تمريننا؟ ايه رايكم جميله عجبتك بصراحه؟ صح؟ بعد ما نخلص تمريننا كده عملت فقره ترفيه بنغني، في مواهب كتيره ظهرت غنائيه داخل القطاع. طبعا احنا دلوقتي يعني قدامنا دقيقتين وهنختم سريعا تمام كده. اللاعب عباس عايزاك توجه الشكر من خلال البرنامج لمين سريعا؟ انا بوجه الشكر طبعا لكابتن احمد مهران وكابتن احمد برازيل وكابتن احمد الحناوي، وعندي زمالك احمد كمال ومحمد وعم وليد. مفيش بابا وماما؟ وطبعا ابويا طبعا، والدي طبعا سريعا، ووالدتي. لا لوالدتي ولوالدي ولاخواتي، اختي همسه واختي حنين والجدي والستي والخالي وخلاني سريعا يا امير. اوجه شكر طبعا لوالدي طبعا كابتن احمد مهران، والشكر طبعا ليكي، وشكرا للبرنامج اللي احنا فيه. حبيبي تسلمي. توجه شكر مين يا فارس يلا سريعا؟ لبابايا ومامتي واخواتي وكابتن احمد مهران وكابتن احمد بازيل وكابتن احمد مهران ولحضرتك. اعزائي المشاهدين النهارده خلصنا حلقتنا، بس موضوعنا لسه ما خلصش، قصه وحكايه نادي الاهلي الضبعه ان شاء الله في الصعود باذن الله. انتظروني في الحلقه القادمه مع لعيبه مميزه ومختلفه باذن الله. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.